السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة خلاصة الكرة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي الزمالك اليوم بإذن الله تعالى أمام نادي فاركو، مباراة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم الجمعة 19/8/2022 الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4:30 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة كل المباراة متابعين الكرام قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1 الأولى والمعلق مؤمن حسن. ملعب المباراة ملعب استاد الإسكندرية، الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.